من 1 ل 2. هلا لو اخذنا من 0 ل 1 واضح انه هون عندي x1 و x0 y1 y0 z1 وz0، فمباشره عندي ما فيش اي اختلاف بينهم الا ثيتا 1. لما يبدا هذا يلف مين رح يتحرك؟ رح يتحرك x1، x0 رح يضل هون، x1 رح يتحرك هون، رح يتحرك مع y1 وz1 ما رح يتحرك. فبالنسبه لهاي الجوينت الفا الفا 0 و a 0 0 مش هيك؟ ودي دي 1 0 وثيتا 1 بتساوي ثيتا 1. فبنيجي هون بنكتبهم بهذا الشكل، هي بنكتب هون، هي هذول كتبنا الاربعه هذول، طلعنا الاثنين هذول للزيرو والاثنين هذول للواحد، هذول باي انسبكشن بحطهم في الماتريس سهلين هون، وهي متذكرينها؟ متذكرين لاي عندي روتيشن حوالين الزد، هلا ثيتا هو روتيشن حوالين الزد، دي 1 هو ترانزليشن الونج ذا زد، الفا هي روتيشن حوالين اكس 0 وهذا ترانزليشن الونج اكس 0، هذا روتيشن حوالين زد 1 وهذا ترانزليشن الونج زد 1. فعندي هون دي 1 0 ما فيش عندي شيء هون، وعندي بس الروتيشن حوالين الزد، فلانه الروتيشن حوالين الزد الزد ما بتغير بحط هدول. اوكي نطلع على الثاني الان قبل ما نشوف الجواب، خلينا احنا نحاول نطلع الجواب من هون انه نطلع على ال. هلا نطلع بين 1 و2، هلا اذا جينا طلعنا اول شيء بين 1 و2 زد 1 وين؟ هي زد 1 مش هيك؟ وزد 2 هون، ايش احنا تعريف الفا قلنا؟ هي الزاويه من زد 1 لزد 2 حوالين اكس 1. هلا زد 1 هون وزد 2 هون، وين اكس 1؟ اكس 1 هون، يعني لما بروح من زد 1 لزد 2 90 درجه وين الاتجاه اللي عم يطلع معي؟ اذا هاي الزاويه ايش؟ المفروض انها تكون ناقص 90. هلا متاكد انه جوابنا مضبوط ولا لا؟ اذا بنقول انه الفا 1 الفا 1 90 درجة. طيب دي مش دي عفوا ايه ايه قديش المسافة بين خطين متقاطعين بتقاطعوا؟ زيرو مش هيك؟ إذا ايه 1 زيرو. هلا بننتقل لدي 2 وثيتا 2. هلا ثيتا 2 بدها تكون حوالين مين ثيتا 2؟ حوالين زد 2 مضبوط؟ لما يبدا يتحرك هلا اكس 2 حوالين زد 2 رح يصير عندي ثيتا 2، فثيتا 2 هي ثيتا 2. اوكي ايش كمان بدي اطلع؟ دي. هلا بدنا نطلع الدي، تعريف الدي هو المسافه بين اكس 1 واكس 2 along z2. بس انا ما عندي هي اكس 1 هيها مش هيك، واكس 2 منطبق عليها مش هيك، اذا دي 0. اذا المفروض يكون عندي البارامترز عندي ناقص 90 لالفا، فخلينا نتاكد منهم مضبوط. هون عندنا ناقص 90 لالفا 1 مش هيك، وتذكروا بلاقيها من 1 ل 2 هذول الاثنين بطلعهم بالنسبه لمين؟ 1، وهذول الاثنين بطلعهم بالنسبه ل. إذا عندي ثيتا 1 ناقص 90، متذكرين كيف شفناها؟ انتبه على الإشارة. إذا النتيجة تطلع معك عكس x1 معناها هي ماينس. وبعدين عندي a1 0، ثيتا 2 هي ثيتا 2 ودي 2 بتساوي 0. إذا ما عندي غير ايش؟ عندي روتيشن وروتيشن، بدي أضربهم، شو الترتيب اللي بدي أضربهم فيه؟ هاي بتكون بأقصى اليمين، وهاي قبلها من هون، لأنه هدول أويلر بهذا الاتجاه ففيكست بهذا الاتجاه، هي أنا حاطط التفسير هون. إذا بتطلع هون هي التفسير إنه إحنا عملنا هدول عملناهم بهذا الترتيب، فهم أويلر لأنهم صاروا بالنسبة للأكسس الجديد، مش هيك تعريف الأويلر؟ اللي هو بصير فيكس بهذا الاتجاه، فأول أوبريشن على الفيكتور بتصير هاي وبعدين بتصير هاي. أنا سؤالك اللي كنت تسأله تامر، أنا هاي ما أظن إنهم بيختلفوا هدول لو قلبتهم، بس ما بصير تقلب هاي مع هاي، أوكي؟ هدول التنين ما بيفرقوا، هم رح يصفوا بنفس الماتريكس هوموجينس، رح يطلع عندي هوموجينس ترانسفورميشن لهاي هوموجينس ترانسفورميشن هاي، بعدين بنضربهم الاثنين. اذا نطلع، اذا حتى انتقل من فريم واحد لفريم اثنين، هاي العمليات اللي صارت عندي، اثنين منهم زيرو، ترانزليشن هذا زيرو، ترانزليشن هذا زيرو، هذا الروتيشن ثيتا 2 وهذا الروتيشن ماينس 90. اذا عوضت ماينس 90 هلا بتحوض كوساين ال 90 وساين ال 90، هل بيطلع عندي هاي الاثنين؟ هذا فيش فيه ترانزليشن واضح، وهذا فيش فيه ترانزليشن مضبوط. هذه هون الفا كانت ناقص 90، بعوض ناقص 90. وهذه هون وطبعا هي هون حوالين مين؟ حوالين الاكس مش هيك؟ فالاكس ما بتغير، هذه حوالين الزد، بس هاي حوالين الاكس، الكل فاهم هذول كيف وصلنا لهم؟ باي انسبكشن، بدي افكر، الأولى دائما بتكون الفا حوالين الاكس، هي الروتيشن بين زد 1 وزد 2 أراوند اكس 1، وهاي هي روتيشن أراوند زد 2 بين اكس 1 واكس، بين اكس 1 واكس 2 أراوند زد 2، فبتطلع عندي هاي الزاوية. ممكن نعبر عن هاي روتيشن باي الفا 1 اراوند اكس 1، وهاي روتيشن
of by theta 2 around z2 وعندي هون فيش ترانزليشن هون فيش ترانزليشن فبتطلع معنا المعادله النتيجه النهائيه هي تي 2 بالنسبه ل 1 هي عباره عن حاصل ضرب هذول الضربات بتطلع هاي بامكانك تثبتها بدك تمشي فيها شوي شوي تعوض ساين ال 90 وكوساين 90.